تعرفش على ليه ما تحس صوتك مش مسموع ورايك مش مقبول؟ خاطر ما تعودناش نتناقشوا ونتحاوروا وما عندناش فضاء للتعبير والنقاش الجاد. فما فكرة جديدة، راديو صوت منزل بوزيان تولد بفكرة بسيطة من شباب جمعية جاد ومسؤول، أهدافه تحرير الرأي وتوضيح الصورة لكم. فهمني أكثر. إذاعة صوت منزل بوزيان، صوتك وصوتي، رأيك وكلمتك، معنا تعبر تتكلم وتناقش. ننطلقوا معاكم وكلنا أمل أن نكونوا جزء من الحل، أن ننجح في تكوين صورة جديدة لواقعنا، الواقع شبابنا، فلاحينا، إنسانة وبناتنا. نربطوكم بالواقع ونحطوكم في الإطار والمشهد العام. ميلا هاو عنا الحل. راديو منزل بوزيان هو راديو جمعيات يهدف إلى تحرير ونشر المعلومة. راديو منزل بوزيان صوت حر، صوت المهمش الزوالي والبطال. راديو منزل بوزيان صوت الناس الكل. راديو منزل بوزيان الصوت اللي عبر عليك، منوعات ثقافية اجتماعية وموسيقى وأخبار وكل اللي همك. كل اللي همك. صوت الحرية والأحرار، هذه إذاعة منزل بوزيان اف ام. صباح الفل، صباح الود وكل الود على ناسنا وحبابنا في منزل بوزيان وإلا 17 كيف ما نسموها نحن بلغتنا. أعزائنا المستمعين، حلقة ومعاد يتجدلكم كما كل يوم موعدكم الصباحي مع كوثر وأمل. صباح الخير أعزائنا المستمعين، إن شاء الله كل من ناوي اليوم يبدل حياته، كل من ناوي اليوم يعمل حاجة جديدة في حياته، إن شاء الله ربي يعاونه وربي يعطيه الصحة وربي يخلي لنا والدينا الناس الكل وربي يخليهم في قروسنا، وإن شاء الله نرجعوا لهم شوية اللي باقين يقدموا فيه كل يوم. نرحب بكم أعزائنا المستمعين وكل أوفيئنا خاصة اللي تبعوا في البرنامج هذية وكل من باقي نلقوا حظنا معاه باش أنه يسمعنا وكذلك يعطي اقتراحات. بتبيع صفحة الفيسبوك ليكم موجودة منكم وإليكم باش تعطونا اقتراحاتكم اللي هي راديو منزل بوزيان اف ام. باش يرافقنا على طول الحصة في الجانب التقني سنة قدوسي. صباح الخير سنة. إن شاء الله نبدو نهارنا بنشاط وحيوية والناس كلها تقصد ربي لخدمتها وإلا لقريتها، خاصة طلبتنا توا الناس كلها باقية في بريود ديريفزيون، إن شاء الله الناس كلها ربي معاها وإن شاء الله الناس كلها ربي ينجحها، وخاصة خاصة جماعة الباك اللي باقين يعدوا إن شاء الله حظ يكون معاهم. ربي ينجحكم الناس الكل، خلوكم مع النغم هذه وراجعين. Thank you.
عايشين في اتنين انا وهي والباديه الوان الضربيه عايشين في اتنين انا وهي والباديه الوان الضربيه جيرتنا دايرين بها وبيا جيرتنا دايرين بها وبيا جيرتنا دايرين بها وبيا ما تشوف ناس الا تكون محبوبه جنبي جنبي عليك غني غني جنبي غني عليك غني غني قلبي يغني عليك يا محبوبة عايشين في اتنين 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 انا ومحبوبة بنت شعر هي عالمدوبة بنت شعر هي عالمدوبة بنت شعر هي عالمدوبة بنت شعر هي عالمدوبة عايشين في اتنين عايشين في اتنين عايشين في اتنين عايشين في اتنين عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين انا ومحبوبة العرب الحب فيها بعفة بس تترعشنا والحياة مطلوبة جنبي يغني يغني عليك يغني جنبي يغني عليك يغني يغني قلبي يغني عليك يا محبوبة عايشين في اتنين عايشين في اتنين عايشين في اتنين عايشين في اتنين عايشين فيها اتنين عايشين
صوتك منين انا ومحبوبة بيت شعر هي على دوبة 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 عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين عايش فيها اتنين عايش فيها اتنين انا ومحبوبة بعد نغم هذه أعزائنا المستمعين. كالعادة في كل حلقة من برنامجكم حلقة وميعاد نبدو أول حاجة هي مع عناوين الأخبار. في المركز الإعلام المواطني برقاب النهار الثاني من فورماسيون اللي كانت موضوعها حول تكوين الجمعيات حقوق الإنسان والمواطنة تحت إشراف عمارة بن رمضان. كذلك في رقاب اشتعال المولد الكهربائي اللي كان محاذي المدرسة الإعدادية نهار 3/6/2014 لكنه ما خلفش حتى أضرار. الطاقم شبه الطبي والعمل في المستشفى المحلي بجلمة قاموا بإضراب عام نهار كان هذي نهار الثلاث اللي كان كما قلنا في معتمدين جلمة مرية سيدي بوزيد إضراب لمدة يوم كامل. كانوا مطالبين بمنحة عمل اجتماعي لسنة 2013 اللي انتفع بها العديد المستشفيات الأخرى على حد تعبيرهم. والمستشفى هذي المحلي يشهد حالة من الاحتقان بسبب تذمر المرضى والمواطنين وأعرب المحتجون على أمهالهم وزارة الإشراف مدة أسبوعين باش يحلوا الإشكال هذية. وإذا كان ما هوش باش يتحل هدوا بالتصعيد في حالة عدم التعامل بجدية مع المسألة هذه وأنهم يحلوها في أقرب الأجيال على حد قولهم. في منزل بوزيان كامل المدارس الاعدادية والثانوية يتواصل إضراب القيمين وهذه اللي شفناه والمعاناة اللي عاش فيها التلاميذ خاصة منهم البياتة وأسباب الإضراب لحد الآن مازالت مهيش واضحة. نشكركم سيد المستمعين على المتابعة وبش ننتقلوا إلى بعض الأخبار الوطنية وهذا بش يكون في عنوين الصحف مع أمل. صدرت جريدة الصباح لنهارين مس تحت العناوين هذية. حرق وقتل وخرق حظر التجول ورعب في صفوف الأمنيين. الصباح تكشف محتوى التسجيلات الهاتفية لل 25 ساعة الحاسمة للثورة.
الحسم بيد الأحزاب، 100 مليون دينار كلفة الانتخابات، وعتيد تنتقد عمل الهيئة المستقلة. كما جاء في جريدة الصباح في صفحتها الأولى زاد العناوين هذه: تمليك الأجانب في تونس بين الترحيب والاحتراز، استبشار بتنشيط سوق العقارات وسياحة الإقامة ومخاوف من غلاء الأسعار. بين 4 و5 شاحنات تسلل يوميا إلى بلادنا، التهريب ينخر قطاع الخزف والمواد الصحية. كانت هذه أبرز العناوين اللي صدرت بها جريدة الصباح، وتوان باش نخلوكم مع أحوال الطقس مع زميلتي كوثر. اليوم باش يكون الطقس إن شاء الله كما التالي: باش تكون بعض السحب في أغلب المناطق، والحرارة باش تتواصل في ارتفاع طفيف بين 22 و 26 درجة في المناطق الساحلية، بين 28 و 32 درجة في بقية الجهات، وتوصل حتى 35 درجة في الجنوب. سرعة الريح 20 كيلومتر في الساعة، اتجاه الريح يكون شمالية. غروب الشمس اليوم باش يكون إن شاء الله على الساعة 7:14. كانت هذه معلوماتنا اللي نمدوكم بها من المرصد الجوي الوطني لتونس. توا باش نمشي مع فاصل غنائي قصير ونرجع. عطفك ما تغير يا ميمتي، عيني تنام وانتي تسهر تتحملي علشان المرض، تسامحي معايا وتصبر يا ميمتي، ونتذكرك وانا صغير خافي عليا وتتحير لليوم، عطفك ما تغير يا ميمتي، عيني تنام وانتي تسهر تتحملي علشان المرض، تسامحي معايا وتصبر يا ميمتي، وتفكريني بدعواتك يا ميمتي، وتفكريني بسلاتك يا ميمتي، وتفكريني بدعواتك يا ميمتي، وتفكريني بسلاتك يا ميمتي، وتعليك طول حياتك غير ترضى عليا يا أمي.
معطرة ترابك حنة يا فاتحة باب الجنة رضا ديما نتمنى يا مليمتي وراعيتني يومي معايو محلى كلامك حدلو انتي عزيز علياكم يا مليمتي يا معطرة ترابك حنة يا فاتحة باب الجنة رضا ديما نتمنى يا مليمتي وراعيتني يومي معايو محلى كلامك حدلو انتي عزيز علياكم يا مليمتي وتفكريني بدعواتك يا مليمتي وتفكريني بسلاتك يا مليمتي وتفكريني بدعواتك يا مليمتي وتفكريني بسلاتك يا مليمتي اتقى عليك طول حياتك غير ترضى عليا يا محلاك يا امي نورت لي الدار يا امي نورت لي الدار كلمت يا امي ريحتك فمواحة ولا تغيب عني صورتك مشوار يا امي صورتك مشوار وبذكر اسمك متعتي والراحة ومحلاك يا امي نورت لي الدار يا امي نورت لي الدار كلمتك يا امي ريحتك فواحة ولا تغيب عني صورتك مشوار يا امي صورتك مشوار وبذكر اسمك متعتي والراحة اتفكريني بدعواتك يا امي متي وتفكريني بسلاتك يا امي متي وتفكريني بدعواتك يا ميمتي وتفكريني بسلاتك يا ميمتي اتقى عليك طول حياتك غير ترضى عليا يا امي اتقى عليك طول حياتك غير ترضى عليا يا امي. رجعنا لكم أعزائنا المستمعين، مازلنا متواصلين معاكم في برنامجكم اليومي حلقة وميعاد، إن شاء الله فقرات ديما تثري لكم نهاركم وصباحكم، إن شاء الله كل صباح وانتم مع حلقة وميعاد نهاركم يبدأ بخير وعافية. وتوا باش نخلوكم مع ركن باش فيدونا باش تأمنه لكم زي متي كوثر. أعزائنا المستمعين، في حلقتنا اليوم باش ناخذوا تاريخ بلادنا وحضارتنا في تونس اللي كانت تسمى قبل إفريقية يعني تونس الحالية، على خاطر ما ثماش حتى بلاد ما عندهاش تاريخ ونحن باش نفتخروا ببلادنا وتاريخنا قدام البلدان الأوروبية الأخرى وكل بلدان العالم، كيفاش إلا إذا كان عنا تاريخ، وتاريخنا حافل جدا وتاريخنا قوي برشا ومازالت عنا برشا أثار تدل على الشيء هذا، لأنه تاريخنا كذلك نجموا به نجيبوا اقتصاد قوي من خلال السياحة. هذيك علاش اليوم اخترنا لكم شخصية كانت معروفة برشا خاصة في القيروان اللي تعرفت تشييد مسجد عقبة ابن نافع. عقبة ابن نافع برز اسمه في زمن قديم جدا، كان في حركة الفتح الإسلامي اللي بدت تتسع بقوة في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب. اشترك هو والده نافع في الجيش اللي توجه باش يفتحوا به مصر بقيادة عمر ابن العاص واللي توسموا فيه الخير برشا، وخاصة كما قلنا في حركة الفتح، فتم إرساله إلى بلاد النوبة باش يفتحها، لكن غادي يلقى مقاومة شرسة برشا من النوبيين، ولكنه ورغم أنه منجحش باش يفتح البلاد هذه لكنه مهد السبيل للعبيد اللي باش تجي بعده باش يفتحوا البلاد. بلاد النوبة والسودان عموما ما فتحتش حرب، لكنه تم اسناد ليه مهمة قيادة دورية استطلاعية باش يدرس إمكانية فتح الشمال الأفريقي وتأمين الحدود الغربية والجنوبية لمصر ضد هجمات الروم وحلفائهم البربر، وكذلك شارك في المعارك اللي دارت في إفريقية اللي كما قلنا تونس حاليا، فولاه عمر ابن العاص ببرقة بعد ما فتحها بالطبيعة ورجع مصر.
وبحكم انه الركن هذا اسمه باش فدونا باش نعطوكم فتوحات المتتالية العقبة ابن نافع. اهم حاجة تشهرت على يد عقبة ابن نافع اللي هي مسجد القيروان اللي مازال كما قلنا لحد الان مشيد. عقبة ابن نافع بقى في منصبه كقائد الحماية ببرقة في عهد عثمان بن عفان وعلي ابن ابي طالب. في احداث الفتنة اللي وقعت بين المسلمين صب اهتمام الكل على الجهاد وينشر الاسلام بين قبائل البربر، وكذلك يرد غزوات الروم. وقت اللي استقرت الامور ولا معاوية ابن ابي سفيان خليفة المسلمين، اصبح معاوية والي مصر، فارسل عقبة الشمال الافريقي في حملة جديدة باش يواصل الفتح الاسلامي اللي تحركته اثناء الفتنة. استطاع عقبة وجنوده باش يقضوا على الحمايات الرومية المختلفة بمنطقة الشمال الافريقي، حتى انه لقى كما قلنا اعجاب كبير بموقعه وبنى فيه مدينة مشهورة، بنى مدينة القيروان، كانت شبه محطة للجند واللي هي تعتبر كما قلنا قاعدة الجيش الاسلامي المتقدمة والواغلة في المغرب الكبير، وبنى فيها جامع كما قلنا اللي مازال معروف الى حد الان، وكذلك غزاه حصون مدن حتى اوصل بها الساحل المحيط الأطلنطي بالسوس الأقصى، وتمكن من طرد البيزنطيين من مناطق واسعة من ساحل إفريقيا الشمالي. وفاة عقبة، توفى في سيدي عقبة بالجزائر عام 1962 على يد كسيلة ابن لزم القائد العسكري الأمازيغي، هو اللي قتله، لكن تم الانتقام وأخذ بالثأر من راجل هذايا اللي قتله على يد زهير ابن قيس البلوي. ركن باش فدونا عقبة ابن نافع فادنا انه خلى تاريخ كبير ومجد كبير لتونس اللي نفتخروا به لحد الان، وما نجموش نتعدوا من غير ما نجيبوا تاريخ بلادنا. صحيح تاريخ بلادنا نفتخروا به، لكن فما برشا عباد توا ماذا بيهم يمحوها التاريخ هذا ويبدلونا تاريخ جديد، يعملونا تاريخ على قياسهم هما. لك علاش نحنا في كشباب منزل بوزيان وكالناس القائمين على الإذاعة هذه والمنشطين ماذا بينا نكونوا حلفاء للتاريخ هذا، خطر هذيك تاريخنا ما نجموش نحو خشمنا من وجوهنا. لك علاش كل إنسان يحاول باش يمحي التاريخ هذا باش يلقينا بالمرصاد قدامه. وهذا كعليش راديو متاعنا سميناه راديو الحرية والأحرار، اللي باش ندافعوا به على حقنا وحقوقنا وتاريخ بلادنا سواء في تونس وإلا في منطقتنا الصغيرة مزبو زيان. يصلكم بث إذاعتنا، إذاعة منزل بوزيان FM، إذاعة الحرية والأحرار، إذاعتنا إذاعتكم. حلقة وميعاد متواصلة معاكم، وصلنا لتوا الركن معلومة تم. المعلومات ديما ماذا بينا نختاروها معلومات نجم وتستفيدوا منها، ومعلومات نجم ساعات تكون غريبة لكن غريبة ومفيدة في نفس الوقت. اليوم باش نحكو على أكثر حاجة في جسم الإنسان مهمة ومفيدة لنا في حياتنا اليومية، حاجة في جسمنا نحبوها برشا وأي إنسان يفقدها يحس روحه كأنه فقد حياته كاملة، كأنه فقد كل حاجة ما هي مزيانة في حياته. اليوم باش نحكو على أهمية العين وعلى شنية الأمراض اللي تنجم تعاني منها العين. أمل قلت لي أهم حاجة في جسم الإنسان، نتصور أن أي حاجة في جسم الإنسان مهمة. تخيل واحد معناها ما عندوش سنين طايحة ما نجمش ياكل، واحد ما عندوش واحد ما عندوش ايد ما نجمش يكتب، نجمش اي حاجه عطاهنا رب في جسم الانسان هي مهمه، لكن اهم حاجه كما قلتي هي النظر، ورب اللي يحلم حتى مو من النعمه هذه. هذاك علاش حكينا على النظر مهم كجماليه، خاطر نشوفوا بها بالحوايج المزيانه ونشوفوا بها الالوان اللي تزين لنا الحياه نتاعنا. هذاك علاش اليوم الاهميه العين اللي هي تشوف الجمال اللي مقابلك. القرنية النسيج الوحيد اللي هي في جسم البشري اللي ما عندهاش أوعية دموية، والعين زادة ترمش كل ثانية ولا أربع ثواني. هذه الحويش اللي أغلبيتها معناتها مهمة بالنسبة للعين اللي هي الرمش والنسيج القرنية. باش
باش نعطيكم معلومات هكا سريعه على العين هي شنو هي. ترمش كل كما قلنا كل 3 ولا 4 ثواني، وزاد الناس يرمشوا حوالي 25 مره في الدقيقه. والجراحه البصريه كانت من اهم الاجزاء المتطوره في الطب في العالم القديم، والنساء ترمش تقريبا ضعف الرمش نتاع الرجال. النساء معناها في كل شيء قوى، حتى في الرمش يرمشوا اكثر من الرجال. سبحان الله. وزاد عين الانسان يمكنها تميز بين اكثر من مليون لون مختلف، سبحان الله. والعضلة هذه زادة هي من أسرع العضلات اللي تتفاعل في الجسم ككل. أعزائنا المستمعين، حكينا على العين، لكن أهمية العين هذه على أهميتها، لكن هي أكثر جزء في الإنسان نجم نقوله اللي هو سنسيبل وحساس الكثير من الأمراض، ومنها أهمها اللي ساعات تحصل لنا كل يوم هي البقع الحمراء، اللي ساعات تقوم النوم تلقى عينك حمراء، ولا تصير حاجة وتقوم تلقى عندك بلاصة حمراء في عينك، وهذه معناه اللي هو ثم نزيف في الشعيرات الدموية الصغيرة بسبب الالتهاب ولا الحساسية وإلا دخول جسم غريب في العين. ويمكن استخدام مجموعة من الأدوية اللي نجم يعطيها لك أي طبيب، ومجموعة من القطرات المعروفة. القطرات هذه تستعمل كل 3 ساعات اللي هي تنجم تنظف العين. معناها حتى الإنسان السليم معناها عينه اللي بس عليها ثم دواء معناها يستعملوا في حتى مرة في اليوم جسدي باش ينظف العين قبل النوم مثال، وإلا بعد نهار كامل كان يخدم ينجم يستعمل القطرة هذيك فقط لتنظيف العين لا أكثر. صحيح، هو معروف ياسر، هو اسمه الفيزيول، معناته ما فيه حتى مخلفات جانبية، بالعكس هذا يخلي تنظف العين معناته بشكل بسيط جدا وبشكل ما يسبب لك حتى أوجاع. وزادة يا كوثر، ساعات تخزر العين العبد تلقاها لونها مش طبيعي، يكون ميل للإصفرار شوية، تلقاها كصفرة شوية شاحبة شوية، هذية اللون هذية راهو عنده برشة معاني، واللون هذية يدل على مرض، هو أعراض متاع المرض هذية اللي هو مرض البوصفير، نحن نقول له هو المرض اللي يجي في الكلوة، والمرض هذية خطير جدا. هذيك عليش ماذا بينا اللي يشوف لون عينه ولا يشوف شكون لون عينه متبدل يقول له. وزادة اللون هذية يدل زادة على أنه ما بعض السوائل باقية تخرج من الجسم باقية تضيع. هذيك علاش أعزائي المستمعين أي حويج تحسوها غريبة بالأخص في العين، راهي ياسر العين حساسة للحويج هذية، وهي النتيجة لزيادة التكسير كرات الدم الحمراء. وزيد ساعات الالم في القاع نتاع العين تحسها في فك الدوره نتاع العين، الالم اللي تبدا في الداخل تنجم تكون سبب الالتهاب العصب بالعين، ولا ارتفاع ضغط العين، ولا التهاب العضله المحيطه بالعدسه. وهذا لازمك تمشي اذا كانت تحس بالالم هذه تستشير الطبيب الامراض العيون باش يقيس لك الضغط، خطرة نجم يكون هذية نابع من مرض نجم يكون عندك موجود، ومرض هذية نجم يكون مكشفه قبيه، وهذه الحويج هذه لازمك تنتبه لها، وبالخاص الناس اللي يعانوا من الالام في الراس ساعات تجي هكا وجيعة ما يوش عارف عليها شنية. ساعات نجم تكون الاسباب هذه الضغط في العين، والعين علاش قلنا هي خطرة مرتبطه، اقرب ارتباطها يكون بالمخ. وزيدة ثم مرض ما هوش معروف برشا، لكن ثم برشا ناس تحكي لك عليه تقول لك في الليل راني ما نشوفش بالباهي، ولا في الليل ينقص النظر متاعي. هذا ينجم يكون ناجم على نقص في التكوين الأرجواني البصري، كيما يحدث في نقص الفيتامين خاصة الفيتامين A، ولا ندرة النبابيت الشبكية اللي يمكن أنه تكون مشاكل تكون أسباب ومعناتها من ربي هكيك ولد بيها فيها النقص هذية. وزيدة ناجم على أمراض كما مرض الأغوشي، هذه مرض التهاب الشبكية والتهاب الشبكية المشيمية المنتشرة، ويمكن العلاج هذه بالتغذية وتناول الفيتامينات اللي تنجم ترجع اللي نجم يعطيها لك الطبيب. لكن أي مشاكل تحصل لك في عيونك راهي أعز حاجة عنا في الدنيا هذه هي صحتنا، هذك علاش أي حاجة تحسها في عيونك بالخص دوا الناس الكبار في العمر الماء اللي في العيون هذيك تبدأ تشوفه، مثلا أنت جداتك ولا عمتك كبيرة ولا أمك تشوف الماء في عيونها تقول لها برا مشي عالج روحك، تقول لك لا ما تمشي تعالج روحك كان كيف يفوت الفوت وتولي عندها برشا مشاكل.
ربي عزيزنا المستمعين يدوم علينا الصحة للناس الكل، وربي يخليكم لماليكم والناس اللي يحبوكم الكل، وتلهوا برواحكم وديما شوفوا الطبيب ما تخافوش منه، راهي حاجة ماهيش غريبة ليه، هو كل إنسان تصير له مشاكل عادية صحية لازمك تمشي تشوف الطبيب، وراهو بداية العلاج اللي انت تفهم بدنك شنو مستحق. Let me.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين مرة أخرى في برنامجكم حلقة ومعاد. في حلقتنا اليوم أكيد قبل ما نختموا ديما عنا لكم قصة صغيرة باش نوسع بها بالنا شوية ونخرجوا من جو الروتين. اليوم عندي قصة صغيرة حول الظن وإلا سوء الظن بالآخرين. والقصة هذه بطبيعة تندرج في ركن أحكي لي شوي. القصة تقول أنه كان ثم راجل أغني برشا كان ساكن في قصر وكان معناها معروف بالبخل امتاعه، لكنه تفاجئ العبيد أنه نهار من نهارات عمل دعوة للناس الكل اللي ساكنين في القرية هذيك على العشاء، وخاصة العبيد اللي كانوا يخدموا عنده في القرية. وقت جاء الليل جاء وقاية العشاء الناس الكل تستنى البرة والباب كان مسكر وكل واحد يحكي في حكاية على خاطر خايفين منه اللي يقول راهو يستغل الفرصة باش يعقبنا ويعاقب العبيد اللي تسرق على خاطر ويحب الفلوس برشا وحريص على الفلوس، واللي يقول راهو وقت وقيت باش يحاسبنا على الأتوات والضرائب الكل. كان كل واحد يحكي في حكاية من عنده إلا شاب واحد كان فتيل عمر كان يسمع فيهم وعمل باله حتى بشيء. وقت يتحل الباب هو الوحيد اللي دخل وتسكر الباب من جرده. العبيد الكل بقت تحايل كيفاش هو كانت عنده ثقه معناها في الملك وما حطش حتى سوء ظن. وقت اللي دخل كلا اعز عشاء، وقت اللي جا خارج الملك قال له راك انت معفي من كل الضرائب ومن كل الاتوات وراك حر، معناها ما عندك حتى شيء تجاه الملك. خرج فرحان برشا، هو الوحيد اللي ربح الفرصة متاع العشاء والعبيد الكل اللي في القرية خسروا الفرصة هذه. هذك علاش ما يزمناش نحن نسوء الظن بالآخرين مهما كانت علاقتنا بالشخص هذيك حتى كان عنا تجيه عداوة. القصة هذه حلوة برشا كوثر، والقصة هذه زادة عندها معاني أخرى اللي هي معاني اللي هو الإنسان لازم يعطي الثقة في العبد اللي حتى كيبدأ ماهوش به العبد هذيك، لكن كيف تعطي في الثقة راهو يولي به ويولي يعطيك من قلبه ويولي يخدم على روحه. هذاك علاش أعزائي المستمعين ماذا بينا الناس الكل نكونوا بهين مع بعضنا وناس الكل نحبوا بعضنا. وديما الإنسان راهو وقت كيما تحب أنت تخاطبه تحب تخاطب الجانب السيء فيه بالطبيعة باش يجاوبك بالطريقة دي. إذا كنت خاطب الجانب اللي فيه خاطر كل إنسان فيه جانب طيب، تخاطب الجانب هذيك بطبيعة الجانب الطيب يغلب الجزء الأخر. هذيك علاش إنسان إن شاء الله تكون ثقتنا في بعضنا الناس الكل ونكون الناس الكل إيد واحدة خاصة في الظروف القاسية هذه. أعزائنا المستمعين وصلنا لآخر ركن في برنامجكم حلقة وميعاد لليوم، هو ركن لمسة وفاء، وما زلنا متواصلين مع الفنانة صفية شيمية مجموعة من المختارات الغنائية اللي اخترناها لكم اليوم وجمع على طول الجمعة كاملة. إن شاء الله تنال إعجابكم وزيدا إن شاء الله تفكركم ببرشة فنانين كانوا وعاشوا بهين وماتوا وخلفوا تاريخ تونس، تاريخ تونسي في الغناء، وهذه إن شاء الله الناس الكل نقدروه وإن شاء الله الناس الكل نحترموه. وكي تقول أمل تاريخ تونس الفني، هذك علاش احنا نحاول نكون الإذاعة الوحيدة اللي نبعد شوية على كل ما هو باقي مظاهر برشا كلاسيكي في الإذاعات الأخرين. نحاول ديما نكون شعبيين نبعين من تراثنا ومن حضارتنا ومن تقاليدنا. Thank you.
أعزائنا المستمعين، وكون وصلنا لختام برنامجكم حلقة وميعاد لليوم. إن شاء الله كل الفقرات ونالت أعجابكم، وإن شاء الله حصلتكم الإفادة كما كل يوم. إن
شاء الله تكونوا عديتوا معنا وقيت مزيان برشا اعزائنا المستمعين وما تبدلوش الموجه، مازلنا متواصلين معاكم في اذاعتكم اذاعه مازل وزينا اف ام صوت الحريه والاحرار. خلوها كل يوم حلقتكم مفيدة وتعطيكم المعلومات الباهية، ما تخلوهاش حلقة فارغة وما فيها حتى معلومات، وإن شاء الله مفهوم الحلقة خرجنا به من المعنى التقليدي، الحلقة اللي تبدأ فارغة لكلها ما فيها حتى معلومات تصلح. إلى اللقاء قريب أعزائي المستمعين، خلوكم في أمان الله. صوت الحرية والأحرار، هذه إذاعة منزل بوزاين اف ام. برنامج الطب البديل يجيكم كل نهار خميس مع فهام، فيه باش نحكو على طرق التداوي بالأعشاب الطبيعية. ميلا استنونا كل نهار خميس على راديو صوت منزل بوزيان اف ام. صباح الخير، صباحكم احلى صباح على موجات اذاعه منزل بوزيان اف ام. اليوم نتقابلوا من جديد في برنامجكم الطب البديل. موعدنا يتجدد كل نهار خميس في نفس الموعد، مواضيع تهمكم منكم وإليكم، مواضيع حساسة نحاولوا نتطرقوا لها ونسلطوا عليها الضوء. بالذرة قلوب الناس داويها يا مقرى سهرت الليلة داريها. هدف برنامجنا تعرفوه أكيد تعودتوا عليه، نأخذ ظاهرة معينة ندرسوها ونشوفوا طريقة علاجها بالأعشاب. شافوني قالوا متهني من كتر الفرح بيغني. في الحقيقة أدواكم في أعشابكم وأعشابكم بين يديكم، شعار خيرناه من اليوم يكون في برنامجنا. وموضوع حصتنا اليوم هي الحساسية. نجم نعرفوا الحساسية بشكل عام هي راهي تفاعل جسم وإلا أحد أعضائه المؤثر خارجي عند بعض الأشخاص. التفاعل هذايا يكون غير طبيعي، ينتج عليه مجموعة من الأعراض والعلامات اللي تختلف باختلاف العضو المتحسس. إذا كان باش نحكو على أنواع الحساسية، فما برشا أنواع. عنا حساسية العين اللي ينتج عليها أعراض كيما الحرقان والحكة وزيادة الدموع. عنا حساسية الخشم ينتج عنها أعراض كيما العطس وحك الأنف والصبب المائي الأنفي وانسداد الأنف. وعنا حساسية الصدر وينتج عنها أعراض كيما السعال، ضيق النفس وظهور الكمتة الصدرية. زاد النجم نحكو على حساسية الجهاز الهضمي وتكون الأعراض متاعه حدوث إسهال إذا تحسس الجهاز هذايا كيما يتحسس النوع من أنواع الماكلة. حساسية الجلد اللي هي باش نحكو عليها اليوم وينتج عنها أعراض كيما الحكة والإحمرار والطفح الجلدي. الطفح الجلدي هنا نقصد به البرص وإلا أي نوع من الأمراض الجلدية. شنو هو سبب أمراض الحساسية؟ في الواقع فما برشا أسباب للمرض هذايا، وحتى الآن ما نجمش العلم أنه يصنع جواب شافي علاش الأشخاص هذايا يكونوا عرضة للتحسس لبعض المواد والمؤثرات اللي ينتج عليها أمراض الحساسية المعروفة، بينما لا تؤثر تلك المواد على غيرهم من الناس الآخرين. إيش معناها؟ معناها الإنسان فما عباد اللي عندهم قابلية الحساسية لعدة عوامل، لكن فما عباد أخرين اللي العوامل هذيك ما تعمل لهم حتى شيء. العلماء عفوا وضعوا نظريات وعوامل مساعدة لظهور أمراض الحساسية. من نظريات هذه والعوامل
العوامل نجموا ان نذكروا مثلا انه فما صغار يتناولوا يشربوا الحليب برضاعه الطبيعيه هما اقل عرضه للامراض الحساسيه من الصغار اللي ما رضعوش رضاعه طبيعيه. هنا لقى العلماء انه امراض الحساسيه تزيد عند الاشخاص الاكثر عرضه للمواد الكيميائيه والصناعيه كيما الاشخاص اللي يخدموا في المصانع والا اللي يعيشوا في بلايص يزداد فيها التلوث والغازات المنبعثه من المصانع وعوادم السيارات. فما زاد عامل وراثي وعائلي نجم نحكو عليه في ظهور امراض الحساسيه حيث تزيد ظهورها عند الاشخاص اللي عندهم تاريخ عائلي في وجود الامراض هذه بين افراد عائلتهم واقاربهم. خلونا توا مع ديول نجاة عطية ومحمد جبالي في خليني بجنبك ومن بعد نرجع نكملوا في موضوع حصتنا. غرامك يعجبني صوتك يطربني
اسرارك عاجبني عقلي شاقي منك ليل نهار معاك خليني بجنبك نجاة عطية ومحمد الجبالي. نرجع توا البرنامجنا ونحب نجدد ترحابي بكل من يسمع فينا. أبوابنا راهي مفتوحة للجميع للصغير والكبير دون استثناء وفي جميع المجالات. إذا تحبوا اتابعونا تنجموا تواصلوا معنا يا إما علشان اليوتيوب فيها كل برامجنا اليومية وإلا على صفحة إذاعتنا راديو RMB FM. مرحبا بكم من جديد وتوا نكملوا مع بعضنا تفاصيل حصتنا لليوم. نحب نذكر أعزائي المستمعين رأوا موضوع حصتنا اليوم هو الحساسية وتوا باش نحكوا على شنية المواد المسبة لظهور الظاهرة هذه. فما بعض الأدوية مثل البنسلين واللقاحات اللي تسبب في الحساسية، فما زاد المواد الغذائية كما العظام والحوت، التقلبات المناخية كما فصل الشتاء والربيع والتعرض للشمس، وبعض المكسرات كما اللوز والفستق، زاد ملامسة بعض أنواع الزهور والأشجار وعضات حشرات أو لسع انحل حشاكم، زاد نفض الغبار المتواجد بالأفرشة. هذه كلها مواد تنجم تسبب الحساسية للإنسان. اليوم باش نحكو على حساسية الجلد وباش نحكوا على انواعها وطرق علاجها. نجم نقولوا راه الحساسيه هذه نجم نقسموها لثلاثه انواع. عندنا حساسيه الجلد الحاده نسموها أسيت أليرجي، هي ناتجة على تعرض جسم الشخص المتحسس المؤثر خارجي وإلا داخلي، كما ظهور حكة وطفح جلدي بعد ما يتناول الشخص هدايا للعظام مثلا أو استخدامه نوع من الكريمات أو الصبغات أو الحساسية لبعض الأدوية. عندنا حساسية الجلد المزمنة الأكزيما اللي تظهر عند بعض الأشخاص، وهي راهي تنجم تظهر في أي عمر وفي أي مكان من جلد الإنسان، وعادة تبقى الأعراض متاحة وعلامتها فترة طويلة، وينجم يساعد ظهورها التعرض لبعض المؤثرات الخارجية والداخلية واللي تنجم تظهر دون وجود سبب أو مؤثر معروف. زاد التهاب الجلد الاحتكاكي سببه تعرض الجلد المادة مهيجة كما الصابون والإسمنت والمواد الكيميائية، وتنجم تحصل لأي شخص إلا أنه الأعراض متاحة تكون أكثر بروز وظهور عند الأشخاص الأكثر حساسية للمواد هذه. نجمو نسألو كيفاش نجمو نعالجو أمراض الحساسية هذه. كان علاج الحساسية قديما هو علاج أعراضها، وأصبح الهدف من العلاج اليوم هو منع حدوثها وثم منع حدوث الأعراض هذه. على هذا العلماء صنعوا من طريق الهندسة الوراثية أجسام مضادة مشابهة تماما لجزء الأجسام المضادة من نوع إيجيو، وقت تحقن في الجسم تلتصق على مستقبلات الخلايا السيدة وتشغل كل الأماكن المتاحة على سطح الخلية كما الانتيبيوتيك هي في الأصل. وقت تدخل المادة المسببة للحساسية للجسم تكون أجسام مضادة لها من نوع هذا، فإنه الجسم تتجه إلى الخلايا السيدة، فتلقى أنه جميع المستقبلات ملتصقة بالأجسام المضادة الصناعية وما يصيرش تفاعل وما تحدثش أي أعراض من المادة هذه المسببة للحساسية. زاد فما طريقة أخرى لمنع حدوث الحساسية من طريق الهندسة الوراثية، هذه تتمثل في تصنيع مادة مشابهة تماما للمادة اللي كنا نحكو عليها اللي هي نجم نسموها انترلوكين. هي مادة مسؤولة عن تنبيه الخلايا الباقية لإفراز الأجسام المضادة من نوع إيجيو اللي حكينا عليها ما توا. وقت حقن الجسم بالمادة المصنعة هذه
الذي تلتصق بالخلايا البائية في أماكن المستقبلات وما يصيرش أي رد فعل. وقت تدخل المادة المسببة للحساسية للجسم وتفرز الخلايا النية، تتجه إلى الخلايا البائية لتحفيزها لإفراز الجسم المضاد، تلقى وقتها أماكنها مشغولة بالمادة المصنعة الخاملة، وبهذاك ما يصيرش تفاعل وما يفرزش الجسم أجسام مضادة وما تحدثش أعراض الحساسية. كما حكينا الزوز علاجات هذوما، نجمو نحكو على علاج آخر هو يعتمد على حقن المريض بالمادة المسببة للحساسية، لكن في جرعات مخفة تزداد بعد الوحدة ذيك تدريجيا، ويعتمد العلاج هذا على ترويض أو على تقليل رد فعل جهاز المناعة حتى يتعود الجسم على المادة هذه المسببة للحساسية بعد هذاك. ويعتمد علاج أعراض الحساسية عموما على إعطاء أدوية مضادة للهيستامين أو أدوية تحتوي على مادة الكورتيزون، وكذلك إعطاء أدوية جلدية للحكة والإحمرار. الأسامي ذكرى محمد. فاصل ثاني ومن بعد نرجحه. Yeah.
زمن جرح يا زمن غطى باقي فينا الحب لسه باقي واحنا برضو زي ما احنا زي ما احنا باقي فينا الحب لسه باقي واحنا برضو زي ما احنا زي ما احنا أسامي هي هي والقلوب تغيرت. أغنية رائعة لفنانتنا الراحلة ذكرى محمد. صحيح الأسامي تبقى كيف ما هي، الوقت هو اللي يتعدى والزمن هو اللي غير القلوب والظروف هي اللي تأثر على العباد. نحن نقوله إن شاء الله القلوب حتى كان تتغير تبقى صافية وما ننسوش القيم امتعنا. هذا كان فاصل غنائي حبينا نخرج به شوية ونرفعه عليكم. نرجع توا لموضوعنا اللي هو بصراحة موضوع هام وحساس برشا وبرشا ناس عفوا يعانوا منه، ورغم ان الحساسية ما عندهاش دواء فعال الا انه النجم نعطوكم طرق وعشاب تقوي المناعة امتاعكم وتخليكم تتأقلموا مع الظاهرة هذه. على هذا في الفقرة هذه باش نحكوا على اهمية الاعشاب في علاج الحساسية، والنجم نقولوا راهي هي نجم تكون خير من الدويات اللي تنجم تختفي قريبا في معالجة الحساسية. راهي النجم ونتجنبوا الاثار الجانبية للدويات هذوما وباتباع طرق عن طريق الأعشاب وباتباع بعض الإرشادات. ونجم نقول راهو والحان الوقت أنه باش نفكروا في علاج بديل للأدوية هذية اللي نتناولوها لمعالجة أنواع الحساسية اللي تعاني منها، حيث تظهر الدراسات بأنه أنواع معالجات عشبية معينة أكثر فعالية في التقليل من أعراض الحساسية مقارنة بالأدوية وتنجم تكون أفضل منها. تحدث الحساسية كيف ما قلنا وقت اللي يهاجم نظام المناعة أو يهاجم نظام المناعة بمواد غير مؤذية في الجسم، ورد الفعل الطبيعي لمعالجة الحساسية هذية يشتمل على خطوتين. الخطوة الأولى نحاول نعمله بقدر ما نجمو على إزالة سبب شعورك بالحساسية. الخطوة الثانية حاول أنكم تعملوا على تعزيز وتنظيم نظام الوقاية عندك باش ما يقصرش أنشطته على محاربة المواد الخطرة الخارجية على الجسم. إيش معناها؟ معناها إذا كان تعتقد بأنه عندك حساسية من حاجة معينة، حاول أنك تبعد الحاجة ديك على المحيط اللي تعيش فيه أنت. مثلا فما بارش عباد عندهم حساسية من القطاطيس وإلا من عديد الحيوانات، حاول أنك ما تتواجدش في بلايس فيها الأسباب هذه اللي تسبب لك الحساسية. زيادة إذا كان عندك حساسية من التراب وإلا من الغبرة، تحاول أنك تبعد على الحاجات هذه. الخطوة الثانية هي أنك تحاول استخدام الأعشاب التالية اللي برهنت جميع فعاليتها في محاربة بعض أعراض الحساسية، كما العطسان وإلا حكة الجلد وإلا الصداع والشعور بالدوار، ونجم يكون زيادة سبب أنه يتسبب في جفاف الجسم. عنا عشبة القراص وإلا الحريق كما نعرفوها نحن لهنا، العشبة هذه استخدمت عندها برشا المعالجة أمراض الحساسية وبصفة خاصة العطسان المتكرر وإحمرار العينين والزكام المرتبط بحمى القش الأكثر انتشار. وهنا ينصحوا باستخدام العشبة هذه، واصفينها بأنها من أكثر الأعشاب اللي تنجم تخفف من أعراض الحساسية. النجم نحط عشبة الحريق هذه في التاي، وزادت نجم انها فما طريقة اخرى ان نتناولها في شكل كبسولات، وتنصح بتناولها مرتين في اليوم.
عنا زاد عشبة، العشبة هذه هي عشبة صينية اسمها الحنكة، أوراقها مروحية الشكل والثمار متاحة صفرة، تعمل على تنظيم إنتاج مادة كيميائية في الجسم تسمى الباف، تخفف من الشعور بأعراض الحساسية. وأوضحت دراسة حديثة أنه 78 من اللي تداو بالعشبة هذه شعروا بتحسن ملحوظ من الحساسية وقت اللي كلوا النوع هذه من الأعشاب. عنا زاد الثوم، الثوم كان حاضر معنا في برنامجنا تقريبا في جميع الظواهر اللي درسناها، عنده فوائد كبيرة خاطر يحتوي على مركب كبريتي يطهر الجسم ويقوي نظام المناعة، ويفضل تناوله في هيئة الطبيعية، ويمكن تناول أكبر كمية منه حسب الرغبة. ما معناها في هيئة الطبيعية؟ معناتها مش لازم نشوه وإلا نفوروه وإلا نطيبوه، النجم نكلوه نية على خاطرني يكون المفعول متاعه أقوى من أنه يكون مطبوخ وإلا مشوي. عنا زاد عشبة الزنجبيل يفيد بشكل خاص في معالجة ومواجهة حساسية الأطعمة، والنجم نخلطوه بالطعام بأي كمية أخرى. العشبة الأخرى الأخيرة اللي نجم نحكو عليها هي عشبة الختمي وإلا عشبة الختمية زادة اسمها، تعد من جذور العشبة بالإضافة إلى السكر. تفيد العشبة هذه في علاج حساسية الأطعمة وفي ضبط نظام المناعة، كما تحسن من عملية الهضم وتقلل من الانتفاخ، ويصب تناولها في شكل كبسولات، وتنجم توصل أنه يأكلوا 5 كبسولات في اليوم. خلونا مع نجوى كرم في الغربال، ومن بعد بعد نرجع ونكمل حصتنا. حط صحابك بالميزان من بيتك يا
درب الغن ولو دولابك مرة ما بيبقى واحد منهم ما بيبقى واحد منهم. حط أصحابك بالغربال، هكا غنت نجوى كرم. نحنا نتمنوا بالطبيعة العكس، نتمنوا كيف نغربلوا الأصحاب اللي عنا إن شاء الله الكل نلقوهم. هذه كانت محطتنا الغنائية الأخيرة لحصتنا اليوم. نذكر مستمعينا موضوعنا كان الحساسية، حكينا على الأعراض على الأسباب وعلى طرق العلاج. نحب زادة نقول راهم فما برشا أنواع للحساسية هذه، فما الحساسية العصبية، الحساسية الضوئية والحساسية الجافة. اليوم حكينا على الحساسية متاع الجلد، ما تعمقناش برشا في الأنواع هذوما. إن شاء الله في حصص قادمة نحاولوا أن نعطوكم فكرة كبيرة وواضحة على كل نوع من الأنواع هذه. نحب زادة نذكر مستمعينا اللي تواصلوا معنا من أول البرنامج، من بداية برنامجنا وإلا اللي التحقوا بينا، قلنا راهي الحساسية هي رد فعل مفرط للمناعة ضد مادة غير ضارة بطبيعتها. في أي مادة طبيعية وإلا مصنعة تنجم تحدث حساسية لدى الشخص المعرض للإصابة بها، وتتناقش بطبيعة الحساسية ضد الماكلة والجهاز التنفسي. إذا كان باش نحكو ولا حكينا على حساسية الماكلة، قلنا راو برشا ناس يعانوا من الحساسية هذه ضد أنواع معينة من الماكلة. نجم تكون فترة بين تناول المادة المسببة للحساسية وظهور التفاعل اللي يكشف على الإصابة بالحساسية، وهو اللي يخلي مهمة التعرف على المادة المسببة للحساسية وتفاعلات الحساسية ضد الماكلة هذه صعيبة برشا. نجم تسبب مجموعة متنوعة من الأعراض تشمل الغازات، الردان، الإسهال وبرشا أعراض أخرى، كما أنها تنجم تسهم الحساسية هذه في إصابة الشخص بمرض مزمن كما الرب عفانا وعفاكم الله. ورانا النجم نتعرفوا على أنواع الطعام المسبب للحساسية من خلال اختبار الحساسية، إما بالإليزا وإلا بالألكات. قلنا زادة رأي فما برشا عوامل ساهمة في المرض هذية وإلا في الظاهرة هذية اللي هي الحساسية. قلنا الأنواع هذية تحدث بين فئات معينة من البشر بتوترات نفسية وإلا عصبية، ويلجأ بعض الفئات العديد يعني الحركات اللي تنجم تكون غير طبيعية، ينشأ زادة نتيجة الحكة المستمرة ظهور بعض البثور على فروة الرأس إذا كان نحكو على الحساسية العصبية. ورأي أنواع الحساسية هذه تنجم تظهر نتيجة مؤثرات نفسية وعصبية تؤدي إلى ظهور طفح جلدي يشمل مناطق واسعة من الجلد. أعزائي كان موضوع حصتنا اليوم صحيح كبير وواسع، حاولنا أن نأخذ الجانب اللي نلموا به واللي هم الناس الكل، حاولنا نعطوكم شنية العوامل متاعه، شنية الأسباب، شنية الأعراض، وكيفاش نجموا الطرق باش نقوموا المناعة متاعنا باش نجموا أن نقاوموا الحساسية هذه. هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. نحب نشكر كل من الفريق التقني العامل معايا في إذاعة منزل بوزيان FM، نذكر خصوصا منذر بن جدو وسناء قندوزي. شكرا لكل الزملاء اللي يخدموا معانا، نجم نذكرهم تحية خاصة وكبيرة لهم، اللي هما مروة، عايدة، أمل، أمل كوثر، سناء، سلوى وجاسر. وشكر كبير لكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا، واكيد ما ننساش زميلنا جميل فاضل. هكا اعزائي مبقى لي كان باش نقول لكم نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه في موعد جديد من برنامجكم الطب البديل. برنامج الطب البديل يجيكم كل نهار خميس ومع فيهام، فيه باش نحكو على طرق التداوي بالأعشاب الطبيعية. ميلا استنونا كل نهار خميس على راديو صوت منزل بوزيان FM. هنا إذاعة منزل بوزيان FM، صوت الحرية والأحرار. رحلة الحرية تبدأ اليوم،
عبر أثير موجات إذاعة منزل بوزيان. أنت تسأل ونحن نجيب، حين تصمت نحن نتحدث، أنت تفكر ونحن نترجم، أنت تتمنى ونحن نحقق، أنت تثور ونحن نتحرر، أنت تضحي ونحن ننهض. رحلة الحرية تبدأ بكم وإليكم. كل ما تريد أن تعرفه عن الجديد الجديد، أهم البلاغات المتعلقة بالحياة الاجتماعية والحياة المدرسية والجامعية والثقافية وغير ذلك من الانتظارات، فقط عبر أثير موجات الحرية، موجات إذاعة صوت منزل بوزيان. منزل بوزيان، صوت من لا صوت له. تحية كبيرة تصلكم مني إليكم مستمعين الأوفياء، تحية إجلال وإكبار لكل من كان السبب في أني نتواصل معكم في هاللقاء المفتوح فقط عبر أثير موجات منزل بوزيان. تحيتي نوصلها لكل الشهداء بمنطقة منزل بوزيان بكامل مناطق الجمهورية اللي هما كانوا السبب في أن نتواصلوا معكم. كل أسبوع نتقابلوا باش نحكي معكم شوية على عديد المواضيع ذات صلة بالحياة الاجتماعية على اختلاف أنماطها. نحاول ديما أن نقرب الفكرة للكبير والصغير باش نوصلوا نحقوا الهدف الأساسي للإذاعة هذه، واللي يتمثل أساسا في أن نعبروا على مشاغلكم ونوصلوا أصواتكم. إذن مستمعين الأوفيين، ذكركم أن المحطة الإذاعية هذه هي محطة كل الناس وكل الأعمار وكل الأفكار. يكفي أنكم تتواصلوا معنا على 103.5 باش تسمعونا ونوصلوا أحنا المعلومة أمتعنا. سمعين الأوفياء، مش كما العادة كما عودتكم قبل أني نحكي لكم على موضوع عنده صلة بمنطقة منزل بوزيان، ولكن اليوم اخترت أنه الموضوع يكون عام لأنه المناطق الكل عرفاته على اختلاف الطريقة اللي عبر بها الأفراد، لأنه الحدث هذا عرفاته جميع البلدين، ولا خلينا نقوله عرفوا العالم أجمع، العالم اللي شهد اندلاع ثورة في البلاد متاعه. إذن مستمعين الأوفياء، اليوم باش نتحدث في ركن مشغل اجتماعي على الإشكالية هذه، علاش تغير سلوك المواطن التونسي بوجه التحديد بعد اندلاع الثورة، وكيفاش يتمظهر التغير هذا، وهل أنه من الجيد أنه يتغير سلوك المواطن بالكيفية هذه قل شنو ثورة، وهل من الجيد أنه يتغير فقط بعد اندلاع الثورة. الفكرة هذه مستمعين الأوفياء جاتني وأنا نتنقل في مدينة قفصة في طريق عمومية، ريت فيها سيارة في الطريق مكتوب عليها الطريق ملعب والشاطر يلعب. هل من المعقول أنه نمارس شعار كمن هذا في الطريق؟ وهل من المعقول أنه نغامر بأرواحنا في الطرقات قال شنو ثورة؟ ذكرت المثال هذا على سبيل الذكر، ما هوش على سبيل الحصر، لأنه الأمثلة كثيرة وما نجموش نعدوها لكم في المساحة الصغيرة هذه. قبل مستمعينا الأوفياء ما نكملوا الحديث على الإشكالية هذه، نخليكم مع الأغنية هذه ثم لنا عودة.
راجع راجع يا بلادي عبر البحار وين تتلاقى أصحابي سيور. نتمنى مستمعين الأوفياء أنهم اللي رجعوا للبلاد بعد الثورة هذه يكونوا سيود في المواقف متاعهم، مش يكونوا كما نعرف احنا السيد كيفاش يتمظهر في العنف متاعه، لأنه بالفعل مستمعين الكرام برشا أفكار وبرشا قوانين وممارسات تبدلت بعد الثورة، وتبدلت أيضا وقت اللي بدخلوا برشا عباد عبر الحدود للبلاد متاعنا. خلينا مستمعينا نذكركم كيفاش كان الفرد يتصرف وكيفاش ولا توا بعد الثورة هذه. والذكر متاعي هذا للممارسات هذه ما هوش الناس الكل باقين يمارسوا فيها، لكنه الأغلبية تتمظهر فيها السلوكات هذه. الكثير تجاوز وما زال يتجاوز القوانين والأخلاق. قبل كنا نسدوا الأداءات في وقتها وتو ما عادش، قبل الفواتير متاع الضوء والماء في وقتها وتو ما عادش، قبل عمليات التهريب نادرة جدا وتو ولات عيشة، قبل نحترموا أيضا إشارات المرور وتو ولا الشاطر يلعب كما أشرت منذ بداية الحصة، قبل الأداءات العمومية نخلصوها في وقتها تو ما عادش، قبل زاد الإدارات العمومية والمساحات العمومية يمنع فيها التدخين وتو ولا العكس، نبيعوا فيها الدخان ونجتمعوا فيها للدردشة مش للخدمة، مع احترامي للعديد اللي مازالوا يقوموا بوظائفهم. قبل السرقة عفوا فيل وتو ولا طريقة عيش العديد، قبل السلاح كان كما الخيال العلمي توا قريب كان البيبيات ما عندهمش في بعض البلدان، قبل نسمع أنه الجهاد كان في سبيل الله توا وكان في سبيل الله عفوا وفي بلاد الكفار، توا ولا وين عينك جاهد مرأة ولا راجل. قبل كنا نحترم أصحاب السلطة وتوا شي حبس المخ، الناس كلها وليت في كفة واحدة. قبل كنا نعيش تحت وطأة لغم واحد وتوا وليت العديد من الألغام، وقبل كان الأعلام أيضا يراعي الأطراف معينة أصحاب السلطة والوزراء إلى غير ذلك، توا ولا الإعلام يعري أطراف معينة خاصة العائلات اللي باقين نشوفوا فيها في بعض البرامج التلفزية اللي للأسف باقي يبين في ممارسات ما هيش باهية للعائلات التونسية. قبل كان المواطن كي يتوجه للإدارة وما يتحصلش على الخدمة يرجع وخليفته على ربي، وتوى ولا كيف يلقاهم ما همش مريقلين يحرق روحه ولا يحرق الإدارة قال شنو ثورة. قبل كانت اللبسة مستورة وتوى يطايحة يا الواحد يكون مغلف من ساقه الراسه ما تعرفش عليه راجل ولا مرأة قال شنو متنقب. والحمد لله أن وزارة الداخلية باش تتشدد وتكثف المراقبة لمرتدي النقاب على خلفية التهديدات الإرهابية اللي شهدتها البلاد، وتنكر العديد من المطلوبين للعدالة في النقاب. إذن مستمعينا الأوفياء كيف نناقش الممارسات هذه بعد الثورة، فإنه كلام السيد منصف المرزوقي يكون صحيح هنا وقت اللي قال بعد 3 سنين من مرور الثورة ما زلنا بعيدين عن تحقيق أهداف الثورة، لكن تونس على الطريق الصحيح حتى ولو كان الطريق هذا ما زال صعيب وما زال خطر برشا. في اعتقادي أن المواطن مستمعينا الأوفياء استحق أكثر من أنه يتغير سلوك بالكيفية هذه نحو الأسوأ، لأن الثورة كي قامت مش باش نولوا مسلمين ولا باش نلبسوا النقاب ولا باش نعملوا نقولوا عفوا كلمة ديجاج لكل الناس وما خلوا لهمش الفرصة باش ينهضوا بالبلاد هذه. احنا الكل رانا توانسة واحنا متفهمين ان الثورة جات من الزوالي، دونك الزوالي هو اللي حدد مسار الثورة هذه. وقبل ما نختم معاكم مستمعين الأوفياء ركن مشغل اجتماعي نخليكم على المداخلات هذه اللي تعبر على رأي المواطن في الثورة ومكتسبات الثورة، وهل أنه جيد أنه يتغير سلوك المواطن بعد الثورة في تونس؟ عسلام أخويا، شنو رأيك في الثورة اليوم في تونس؟ والله الثورة حاجة باهية، برشا حاجات تغيرت. شنو مثلا شنو اللي تغير في البلاد تو؟ والله تحسنت معناها في برشا حاجات في المنطلقات تاع العباد، في أنا حاجة أي حكاية معناها تلي على المباشر مش كيف قبل معناها بدلوا
برشا حاجات تحسنت فيها. وعلاش المواطن قبل الثورة كان يتصرف بطريقة، وعلاش بعد الثورة ولا يتصرف بطريقة؟ شنو الشيء اللي خلاه يتصرف مثلا أكثر جرأة أو أكثر ثقة في النفس، ولا يقول كلمته وين ما كيما وين؟ بالنسبة للمواطن على خاطر قبل نتصور هيك، على خاطر ثم حواجز معناها قبل تمنع انه باش يحكي ولا يعبر، فهمت؟ برشا معناها ثم برشا عش ما تو اللي يعبر، فهمتني؟ وهل ترى انه التغير هذا في صالح ولا يعني حكايه هي كما قبل كما تو؟ لا والله بالعكس، هو تو خير وفي نفس الوقت مش تضرر، معناها فهمت؟ كيفاش يعني كيفاش خير تو؟ ايش معناتها؟ أنا توا ريت مثلا كل شيء، أنا ينجم ريت أي حاجة ينجم يحكي عليها أي حاجة، ما تخبر شيء توا. ما تتصورش أنه بعد الثورة ثم برشا عبيد يعني باقين يتجاوزوا في الحدود متاعهم؟ ليه؟ الألفاظ اللي باقي نسمعوا فيها توا مثلا ديجاج جمنفو، برشا كلام تبدل وبرشا معطيات تبدلت، ما تتصورش أنه ما هوش بيه؟ هذا نقص في الأمن معناه، وأمن مش قاعد يخدم في خدم معناه، ما عادش تقبل طبعا. أنا حتى كان يفضح حكاية ولا أي اعتصام ولا حاجة يواد ديركت هو الاعتصام هذاك، يستنى في الأمن باش يتدخل، باش معناه يقول الأمن هو الغلط وهو كذا، وطبعا الفيسبوك وبرش أخبار معناها مش صحيحة، فهمتني؟ أي باي. انت توا معاه ولا ضد انه السلوك نتاع المواطن يتبدل؟ خاطر توا السلوك، نقصد انه السلوك نتاع المواطن تبدل للأسوأ ماهوش للاحسن. ثم برشا كلام نسمعوه ماهوش به، نسمعوه في الشارع، نسمعوه في الاداره برشا. مثلا ما نعرفش العباد اللي في السلطه فقدوا هيبتهم، صرتوا في الثلاثه برشا قلابس على الرؤساء على الوزراء. انت مع الشيء هذاك ولا ضده؟ لا انا ضد، على خاطر بالرسمي برشا عباد تعبت وبرشا حاجات معناها، ولا الرئيس معناها يشبهوه بقلابس كيف ما قلت لي. صراحة صحيح الواحد يضحك وكل شيء، اما تنجم حتى تضرنا في البلدان الاخرى، تنجم تقول لك اخضر عيط اخضر مثال تونس كيش ولت معناته تجسد في صور متحركه ولا ما شابه هذيك. شنو رايك في الثوره اللي صارت في تونس؟ والله ثورة حدث مهم للبلاد، معرفش بدل برشا. شنو اللي تبدل في البلاد تو بعد الثورة؟ والله برشا حوايج تعلمناها من الثورة، معناها كيما الحرية، كيما معناها نعبروا، ما مش كيقبل كنا ساكتين، فما حوايج برشا تبدلت. وما تتصورش انه تغير السلوك بتاع المواطن توا ما هوش في صالحه، يعني تغير للأسوأ؟ ما تتصورش انه الحريه هذه تنادت برشا، تجاوزت الحدود اللي نعرفوها على الحريه؟ في فما حوايج بدلت، فما حكايات معناها تجاوزت الحدود، لكن بحكم انها حاجه جديده على المواطن، دونك معناها ماهيش حاجه غريبه انه الانسان يتجاوز الحاجه. ما تصورش انه المواطن توا مثلا في الشارع، في الاداره مثلا، في علاقته سرتو في الاداره، والا القلابس اللي يشوفوا فيها مثلا في التلفزه توا ياسر فضحت العباد، وخاصه اصحاب السلطه والوزراء يعني مش معقول باش مثلا عبد يحكوا عليه بالطريقه هذيك. في فما شويه تجاوز، وهذيك حاجه معناها الجديده، على خاطر مازلنا نتعلموا شوي بشوي في الديمقراطيه، دونك يلزم فما اطارات توجه المواطنين كيفاش يعرفوا يحكوا، كيفاش فما حكايات ما تجيش، فما حكايات ما تجيش. وهل ترى انه السلوك هذا انت حسب رايك يعني مع انه السلوك المواطن يتغير، والا ضد سرتوك يتغير للطريقة مش باهية؟ والله مش فهمت الشغل. انت مع ولا ضد انه المواطن يتغير بعد الثورة هذه، يعني ولا يكسر ولا يسرق ولا ما يحترمش؟ لا مزيدين يتغير للأحسن مش
أسوأ. تحية نجددها لكل المستمعين للي كانوا معنا واللي التحقوا بينا توا، ونعاود نذكروهم أني كنت نحكي على تغير سلوك بعض المواطنين بعد الثورة نحو السلب ما هوش نحو الإيجاب. كنا أيضا في الاستماع لمداخلات بعض المواطنين اللي ركزت على فكرة أنه المواطن مازال يتدرج في سلم الحرية والديمقراطية، لأنه الثورة هذه كانت كما الصدمة للتوانسة، وما كانوش يتوقعوا أنها تصير ثورة كمن هكا في البلاد، ما كانوش أيضا يتوقعوا أنهم يتحروا من عديد القيود، وهك علاش نتوقعوا كل شيء من المواطنين، ويلزمنا نصبر أيضا، ويلزم أيضا الإدارات التونسية تصبر على بعض الممارسات وتأطرها باش تكون ثورة صحيحة وتأدي لأهدافها الصحيحة. قبل ما نواصلوا وقبل ما نمروا أيضا معاكم لركن محطات مستمعين الأوفياء، نخليكم في الاستماع لأغنية شيرين ما بلاش، ثم نرجع لاستكمال المشوار التنشيطي معاكم. ما تشوفش مني اهتمام
صعبة الحياة بالشكل ده، هكا غنت شيرين وهكا عبرت على موضوع معين، واحنا نحب نقوله انه الحياة في السرقة والنهب والتهريب والسلاح والنقاب اللي تحته راجل مش امرأة، والقتل والتدمير والحرق وعدم احترام الإدارة وأصحاب السلطة وعديد الممارسات الأخرى، باش تخلي الحياة صعيبة برشا، وباش تخلي ثورتنا تخرج على مسارها الصحيح. ثورتنا ثورة أحرار، نحاول نخلوها ديما هكا، باش تبقى تونس مرفوعة وشامخة كيف ما قال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي. وتوا نمر معاكم مستمعين الأوفياء إلى ركن محطات، واليوم باش نحطوا الرحال في صالون الاختراع الأوروبي 2014 اللي انتظم أيام 11 و12 و13 و14 فيفري من نفس السنة، حيث فاز التونسي المخترع والباحث وعضو الهيئة المديرة لجمعية السلم والنماء أمين الغرياني بجائزة ريني تايمي. ويتمثل الاختراع هذا في استخراج منتج طلاء جديد مستخرج من فضلات الزيتون ومن دهون الإبل، كما شارك إلى جانبه المخترع لحبيب أيوب باختراعه محضنة أسماك طبيعية للحفاظ على الثروات المائية في تونس. التتويج هذا جاء دليل على أنه ثورتنا ثورة تونس نجحت، وأنه الثورة ما كانتش عائق في أنه المخترعين يحبسوا خدمتهم، بل كانت حافز كبير أنه المخترعين يواصلوا يخترعوا ويضيفوا لبنادنا الأحسن. هكا مستمعينا الأوفياء قريب نوصلوا لنهاية الحصة، ولكن كما العادة كما عودتكم كل مرة نمر لكم مقطع فكاهي نخليكم توا مع نسمة كيف مع الطرائف الخفيفة هذه، وإن شاء الله تكون ممتعة لكم وتنال أعجابكم. واحد ماشي يخدم في الخارج هاز فوق ظهره شكر شكر ليش بي مع الغربة مرة، والآخر داخل البلدية مدخل معاه سلو ليش مش يطلع مضمون، والآخر معه ماشي للبنكة هز معاه حبل طويل ليش بيجي يجبد فلوسه. واحد اتعشى في دارهم في الليل وخرج يحوس ومشي هز معاه من شاء ليش مش يقصر الليل. واحد اتعارك أمه ومرته مشي يشري حديدة ورجع ليش مش يحدد موقفه مع أمه ولا مع مرته. وكا الشباني نهار كله هو يدور بالعصا ما عرفتش علاش. اه هذيك مش يضرب بها المثل. وكا اللي مشارك في العدو الريفي وين يجيب شي يتسابق يجيب معاه دبوس. اه هذاك مش يحطم بيه الرقم القياسي. باهي جاركم مش بيه وين يرقد يحط تحت راس الفلوس. اه ما بشي يصبح عنده راس ماء. باهي جاركم الاخر اللي ماشي لدار الميت وهز معاه كوره. ما بشي عظم نجر. نعرف زوز بشون البحر واحد مدير عام ايو لاخ معامش. نعرف زوز اخرين زاد بشون البحر واحد عام ولاخ شر. او نعرف اني زوز بشون البحر واحد عام ايو لاخ خاص. نعرف واحد اخذي زوز تليفونات واحد بش يطلب به الناس ايو لاخ بش يطلب به لطف. هكا وصلنا مستمعينا الأوفياء لنهاية حصتنا، تحيات زكية ومنظر وجميل اللي سهروا على تمرير البرنامج في أحسن الظروف، وأكيد أنه مشواركم التنشيطي مازال متواصل مع بقية البرامج اللي تتمرر في إذاعة منزل بوزيان. أكيد أنكم مازلتم متواصلين، نخليكم مع صباح باش تكملوا المشوار التنشيطي متاعكم.
رحلة الحرية تبدأ اليوم عبر أثير موجات إذاعة منزل بوزيان. أنت تسأل ونحن نجيب، حين تصمت نحن نتحدث، أنت تفكر ونحن نترجم، أنت تتمنى ونحن نحقق، أنت تثور ونحن نتحرر، أنت تضحي ونحن ننهض. رحلة الحرية تبدأ بكم وإليكم كل ما تريد أن تعرفه عن الجديد الجديد، أهم البلاغات المتعلقة بالحياة الاجتماعية والحياة المدرسية والجامعية والثقافية وغير ذلك من الانتظارات، فقط عبر أثير موجات الحرية، موجات إذاعة صوت منزل بوزيان. منزل بوزيان، صوت من لا صوت له.